Ma'am, ma'am, one second. She's already learning from the best. Yeah, but Roger, she's so fast. Ma'am, tumse ha, tujh mein hi to mera jahan. Man hari, tan hari, sab ko maar phetam. तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ तुम قد انطلقت فعالية حفل توزيع جوائز آيفا لعام 2024 بأبوظبي، والذي احتضن أشهر نجوم بوليوود وعروض راقصة حماسية، زلزلت حرفيا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. اتولى كل من شاروخان وفيكي كوشال وكارن جوهر مهام المضيفين في الحفل، إذ حضر الحفل نجوم بوليوود المخضرمين والشباب، ومنهم جانفي كابور، كريتي سانون، شاهد كابور، أنانيا بانداي، ريخا أنيل كابور، نورا فتحي، راني مخرجي والآخرون. كما تم الإعلان عن قائمة الفائزين بجوائز آيفا لعام 2024، إذ حصل ملك بوليوود شاروخان على جائزة أفضل ممثل عن فيلمه جافانا، وكان لقب أفضل ممثلة من نصيب نجمة بوليوود راني مخرجي عن فيلمها المؤثر السيدة شاترجي في مواجهة مع النرويج. كما حصلت ابنة أخت سلمان خان أليزا أغنيهوتري على جائزة عن ظهورها الأول، تم تكريم الأيقونة ريخا بجائزة الإنجاز المميز في السينما الهندية. كما شهد الحفل عروض راقصة كانت بقيادة نجمة بوليوود نورة فتحي، التي أشعلت مسرح آيفا بظهورها المميز، إلى جانب شاروخان وفيكي كوشال وكريتي سانون وشاهد كابور. كما شهدت نجمة بوليوود إيشواريا راي في حفل آيفا إلى جانب ابنتها أراديا باتشان بعد عودتهما مباشرة من حفل لوريال بباريس. اتلقت إيشواريا سؤالا صادما من إحدى الصحفيين في حفل آيفا عن سبب تواجد ابنتها أراديا معها في جميع المناسبات، وعما إذا كان هذا سيؤثر على دراستها. وقبل أن يكمل الصحفي سؤالها قاطعته إيشواريا بغضب وحزم قائلتنا: ما هذا، إنها ابنتي وهي معي دائما. وسرعان ما انتشر المقطع بشكل فيروسي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم المعجبون بين مدافعين عن إيشواريا راي ومشيدين بحرصها على ابنتها وحمايتها، وبين مهاجم لها واتهامها بتدمير مستقبل ابنتها بجعلها منقطعة عن دراستها مقابل مرافقة والدتها للحفلات والسهرات الغير اللائقة لسنها الحالي. ومن ناحية أخرى فازت إيشواريا راي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم بونيين سيلفان في حفل آيفا لعام 2024. إليكم هذه المقاطع.
Okay. Hi, Rani. Hi. Oh, ma'am.